هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسعى. مرحبا مرحبا. إذن يا أطفال رانا في موسمنا الثالث، إذن الحلقة 101. خير ما نستهل به هذا الموسم الجديد هي حلقة خاصة بعيد الأضحى المبارك. إذن عيد سعيد لكل الأمة الجزائرية والإسلامية عامة. انتظرونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت مع عمو يزيد، راح نكون معكم بحصتكم المفضلة مع عمو يزيد خاصة بعيد الأضحى. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي: أجمل هدايا يهدوا له، هيا نصفق ونغني.